هذه اصغر غساله اوتوماتيك ممكن تشوفها بحياتك. ايوه هذه غساله اوتوماتيك تغسل وتنشف بعد، وطريقتها سهله جدا، لها اربع قواعد من تحت تثبت على اي شيء، تشد على فوق تطلع الغساله، هذا شكل مروحتها من الداخل. لها ثلاثة خيارات، الخيار الأول غسيل 5 دقائق، الخيار الثاني غسيل 10 دقائق، والخيار الثالث الخاص بالتنشيف. جربتها فشفت دورانها ما شاء الله قوي، فتحمست إني أجرب درجة نظافتها. صبيت عليها الماء وجبت قطع الملابس، حطيت الملابس وشغلت وقلت بسم الله، الغسالة تلف، شفت في دوران قوي، فجيتها وهي تغسل فشفت ما شاء الله لون المياه تغير، يعني في نظافة. بعد الانتهاء من الغسيل فعلا شفت الملابس تغير نظافتها. طريقة بعد الغسيل سهلة جدا، تشيل الملابس تحطه على النشاف، هذا النشاف الصغير حقه، تشيله تحطه على طول بالغسالة تثبت. طبعا اللي بالجنب هذا خاص بالتصريف، تفكه يصرف المياه. شغلت على النشاف، هذه هي الدور، الماسورة اللي من الخلف هذه او اللي هذا خاص بالتصريف يصرف لك المياه. فعلا ما شاء الله غسيل وتنشيف، اشوفها خيار جدا ممتاز بسفراتك وطلعاتك بملابس الاطفال، توفر عنك هدر المياه، توفر عنك استهلاك الكهرب، وبيكون خيار كويس لملابس الاطفال والقطع الصغيره، وسهله وصغيره تاخذها معك في اي مكان، صراحه بيرفكت.